حرارة الانفجار قد تبدأ من البقاع الذي أصبح مخيماً سورياً كبيراً. بال 2024 نكون 50% من الشعب اللبناني نازحين سوريين. ملف النزوح هو يشكل تهديدا، تهديد اقتصادي، تهديد اجتماعي، تهديد مالي، تهديد امني. في مافيا بالدليفري بيبيعوا الداتا، المعلومات لعصابات. كما أن القوى الأمنية بدأت تجد أسلحة وذخائر يتم شراؤها لتشكيل عصابات مسلحة.